فلما تستيقظ هكذا وتجد نفسك سليم معافى في بدنك آمن ما في أسرتك وأولادك، فأشكر الله سبحانه وتعالى وأحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأحمد الله على أن أحياك ليوم جديد، وقل لنفسك لابد أن أغتنم هذا اليوم، فإنه ربما لا يعود إلى يوم القيامة، ربما تكون في هذا اليوم قيامتك، وربما يكون يوم وفاتك. وقل بمجرد أن تستيقظ من النوم: الحمد لله الذي رد علي روحي، أنا كنت في عداد الأموات، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسده وأذن لي بذكره. ويلهج لسانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطان. ده أول ما تقوم كده لازم تذكر نفسك بهذه النعم، ده يسمى بالامتنان، عشان حالتك النفسية والصحية تكون إيه؟ تكون قوية، ناحية الناحية الإيمانية والناحية النفسية والروحية لابد أن تكون قوية حتى في بداية الإيه؟ اليوم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطان. ولو عندك الوقت يبقى تصلي صلاة الضحى، وصلاة الضحى معروفة أنها من بعد صلاة الفجر مثلا بتلت ساعة بعشرين دقيقة، ويستمر وقتها إلى ما قبيل صلاة الضحى. في كل الوقت ده عندك وقت تصلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات.